لان احنا لما تقول علاج فيزيائي احنا نتخيل مساج، نتخيل فد اجهزه معينه تقليديه كانت صحيح. موجوده وما زالت يعني انتم قاعد تستخدموها. الجديد بهذا العالم وشنو يعالج من اصابات او امراض يعني دخلت بهذا العالم ممكن ان يعالجها الطب الفيزيائي؟ طبعا هو قلت لك يعني مثلا بعد اجراء العمليات الجراحيه مثلا انزلاق وصار عنده عمليه ربط للفقرات يضطر للتاهيل بعد العمليه، أو إصابة رياضية مثلا قطع بالرباط الصليبي أو خلع بالكتف أو أي إصابة ثانية، المؤهل هنا الطبيب أكمل عمليته وأجراها ينتقل بعدها المريض للتأهيل الطبي اللي هو الأهم من العملية. احنا في بعض العمليات ما تتأخر نصف ساعة إلا أن التأهيل الطبي يطول شهر أو شهور حسب الحالة. نعم. تدرين الأجهزة طورت هسه، يعني قبل ما كانت أجهزة حديثة مثل الشوك ويف، الليزر دخل يعني بالجديد وطوروا للجهاز الليزر، دخلت تقنيات ثانيه الالتراساوند، التحفيز نفسه جهاز الكهرباء التحفيزي طوروا اكثر من جهاز بحيث وسعوا من القاعده للعلاج الطبيعي بحيث المعالج عنده اكثر من تقنيه يشتغل عليها غير التدليك وغير طبعا دخلت تقنيه جديده اللي هي كايروبراكتيك اللي تقويم العمود الفقري اللي هي بالمصطلح العامي الطقطقه. احنا دخلناها تقريبا صار 7-8 سنين يشتغل. اكو حتى حالات من زحف الفقرات يعالجها أكيد. الطب الفيزيائي عبر جلسات. اكيد جلسات علاج طبيعي واثبتت نجاحها، وكانت يعني تدرين انت الانزلاق الغضروفي 80-90% حاليا بدون جراحه. بينما سابقا كان راسا جراحه لغرض الاستشفاء السريع للمريض، لان تدرين الامها كلش قويه. نعم. فاكو مرضى ما تتحمل هذا الالم، يروح يسوي عمليه جراحيه. هسه لا، التقنيات الحديثه والمعالج الخبير يسارع بالاستشفاء. حلو. طبعا احنا اكو نقطه جدا مهمه انه هو مو لعمر معين، هو لجميع الاعمار حسب الحاله، وبالتالي اكو نقطه جدا مهمه، مو اي شخص يقدر يعالج، ان احنا نتكلم عن لازم يكون هناك تشخيص وبعدين المساعدة في استعادة الحركة وبعدين الاستمرارية والمتابعة فيها. هذه الخطوات شو ممكن واحد يقوم بها خصوصا إذا كانت أكو حالة معينة وكل حالة تختلف عن غيرها؟ تدرين أنت العلاج الطبيعي قلت لك هو يكون تحت إشراف طبيب مختص عظام وكسور أو أخصائي مفاصل. بعد ما يشخص الحالة يبعث للعلاج الطبيعي بأن يجروا اللازم لهكذا حالة. تدرين أنت كل حالة لها تشخيصها وإلها علاجاتها. يعني مثلا الانزلاق يختلف عن الخلع، الخلع يختلف عن عملية الرباط الصليبي، الانزلاق نفسه يختلف عن عملية الجراحية، العملية الجراحية أيضا دخلت بعدة مراحل، هسه حقن قسطاري واستئصال غضروف وحقن كورتيزون، بعدين يلا يستأصلون جزء بعدين يلا يخلون بقى فمو رسم. والفيزيوثيرابي هو مو فقط بس للعظام، يعني نتكلم احنا عن اعصاب، لا كل شيء، حروق، تدرين انت حتى حالات نفسيه تحتاج علاج طبيعي. يعني انت يجيش مريض هو ما بيش محتاج بس تاهيل طبي وكم كم شغله يعني المعالج الخبير يقدر يسويها. وحتى عفوا الاطفال اذا كان عندهم تاخر بالنمو او اعاقه معينه كذلك اكيد الضموره ايضا. احنا تدرين هو مو قلت لك العلاج الطبيعي تفرع أخصائي ضمور الأطفال أيضا أخذوا قسم من هذه المرحلة، دخلت علاجات دودة العلق، دخلت علاجاتها سم النحل، دخلت علاجاته، هذا كله من ضمن إطار العلاج. نعم. الطب التكميلي، فهي مراحل واحد. يعني أنت حسب الحالة نحتاج شو نشتغل، وكل حالة واحد. فلسفة العلاج الفيزيائي من جاية من الثقافات الآسيوية، يعني هل تعتبر مثلا خلينا نقول الأوبرا الصينية نعرف التاريخ جزء من عدها؟ التاريخ للطب حتى الحديث، الإغريق كان عندهم طب، الهند كانت بي طب، الفراعنة لهم طب، فأنت كل سمة كل دولة ماخذة حضارة ماخذة جزء تشتغل عليه.